طبعاً يستطيع كل من أراد أن يدافع عن أي لعنة وعن أي كارثة أن يشير إلى نقاط مضيئة. لقد خدم الفاطميون الحضارة وبنوا المساجد والعمران الفاطمي، معروف هذا، معروف طبعاً. أي حتى الاستعمار له فوائد. ماذا ترك الفرنسيون في الجزائر وفي تونس؟ فوائد. الإسرائيليون ماذا أفاد منه الفلسطينيون؟ في فوائد موجود. سنة الله تبارك وتعالى لا تجعل الشر محضا ولا تترك الخير صرفا. الأمور ممتزجة على الدوام، لكن العبرة بالأغلب، العبرة بالأغلب. فلا نريد أن نتورط في مثل هذا المنطق العبيط، منطق أن ندافع عن بني أمية وعن بني العباس وعن الفاطميين وعن المماليك وعن العثمانيين وعن حسني مبارك وزي العابدين والقذافي بحجة أنهم فعلوا كذا وكذا وأن هناك نقاطا مضيئة في تواريخهم. معروف هذا، معروف. حتى إبليس هناك فوائد من إبليس. لولا إبليس ما وصل الأولياء إلى ما وصلوا إليه، ولا عرف العرفاء ربهم. لابد من وجود هذه القوة الشريرة أيها الإخوة حتى نكامعها ونناضلها ونحاربها ونرتقي. فهناك جانب حتى أي خير في خلق إبليس لعنة الله عليه. فالله لا يسمح بوجود شر محض، حاشا لله، حاشا لله أن يسمح بوجود شر من كل وجه، شر مطلق، حاشا لله. حتى شرية إبليس يمكن أن ينظر إيه أيها الإخوة إليها باعتبار آخر كما ذكرت لكم، وهذا أجمعت عليه الأمة، هذا يتفق عليه العرفاء والعلماء الشرعيون، معروف، والعقلاء من أهل الفكر في كل سقع وزمان. فمصر والشمال الأفريقي تحت الفاطميين، معظم شبه الجزيرة العربية وما حولها أيها الإخوة تحت حكم القرامطة شيعة، بنو بويه أيها الإخوة شيعة، الدويلات البويهية كلها دويلات شيعية وغير هؤلاء. إذن تقريباً تقريباً تمحض العالم الإسلامي أيها الإخوة للشيعة. لم يكونوا خيراً ممن سبقهم كما قلت، ولا ممن لحقهم، وكانوا لعنة، مع أنهم أتوا وتنصبوا على الناس وتسيدوا باسم علي عليه السلام وباسم فاطمة والحسنين وأمة أهل البيت والرضا من آل محمد. ولذلك قلت لأخي هذا لابد أن نتعلم درساً، والآن علينا أن نذكر بهذا الدرس للمرة الألف. الناس يتفقون على المبادئ في معظم الأحيان طبعاً، لا يخرج عن هذا الاتفاق إلا من يريد أن يتفرعن على عباد الله وأن يسومهم الخسف وسوء العذاب وأن يمتص دماءهم ويتغول أرزاقهم ويعتقل حرياتهم. يختلف معهم، مبادئهم مختلفة، لذلك تكون الثورات والهبات والانتفاضات لكي تمحو مبادئ وتعلي من شأن مبادئ جديدة، هذا معنى الثورة. لكن جمهور بل جماهير الناس تتفق على المبادئ، لا تختلف. من الذي يختلف أيها الإخوة معك أو معي أو مع أي أحد يدعو إلى العدالة، إلى المساواة، إلى الحرية، إلى الكرامة أيها الإخوة، إلى الوحدة، إلى معالي الأخلاق؟ لا أحد تقريبا، إلا من استثنينا. لكن يختلفون بعد ذلك في البرامج، صحيح، حتى الصادقون منهم يختلفون في البرامج. المبادئ يتفق عليها، البرامج تكون مشرعة وطريقا للاختلاف، وبعد ذلك يظهر الاختلاف الصارخ والتباين الواسع وتبعد الشقة أيها الإخوة بين النظر والدعوة والمزاعم والتطبيق. بسبب ماذا؟ بسبب أن النظام، نظام الحكم والسلطة يكون فاسداً، غير صحيح، غير دقيق، غير محكم، غير مؤهل أن ينتج إلا ما ينتج من السوءات والعورات والمقابح والمظالم والمخازي. لأن السلطة دائماً مفسدة، السلطة بما هي، هذا طبع الإنسان يا إخواني، كلا إن الإنسان لا يطغى، أن رآه استغنى، طالما هو يحتاج إليك أيها الإخوة. حتى في النظام الديمقراطي يحتاج إلى صوتك، يتذلل ويتقرب ويكون هيئاً موطأ الأكناف، حتى إذا استغنى عنك وأمكنه أن يستغني، ظلم وطغى وتجاوز، يدع لك الأخلاق وهي نفسه الممارسات الصارخة السيئة. أنت ندد أخلاقياً، عاد ابدأ تكلم أخلاقياً، هذا لا يعني، لا يهمه، لا يهم أمثال هؤلاء، هكذا. ولذلك السلطة فعلاً تفسد،
فكيف إذا كانت سلطة مطلقة يكون الحاكم فيها والحاكم بأمره لا يصدر إلا عن رأيه وهواه ومشتهياته وأمياله؟ وقد قال اللورد أكتون العبارة الشهيرة جداً: power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. السلطة تفسد، تنحو نحو الإفساد، تفسد الشخصية، السلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. And absolute power corrupts absolutely، تفسد الإنسان وتفسد الأوضاع والحياة والظاهر والباطن بشكل مطلق. ما أعظمها من عبارة وما أحسنه من تحليل. السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. وقد صح وتبرهن هذا في تاريخنا 1000 مرة بل 10,000 مرة، كما قلت في خطبة السابقة. تبرهن وتأيد أيها الإخوة بالوقائع المرة الفاقعة الكئيبة القاتمة المحزنة البئيسة عبر 14 قرنا. أليست هذه المدة المتمادية كافية لأن نعقل وأن نفهم؟ لكن يقع السؤال: لماذا جعلت معاوية وبني أمية هم البداية؟ لماذا وهذا صحابي؟ نعيد نفس الأخطاء، نقع صرعى لنفس العقلية. تعرفون هناك جرثومة في عقلية المسلم والعربي، جرثومة ميكروب خبيث جدا أقتل من ميكروب السيدة أو الأيبولا. إنه جرثوم تقديس غير المقدس، تقديس الأشخاص. يا أخي باستثناء رسول الله ليس هناك أي أحد معصوم، لا أبو بكر رضوان الله عليه ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أي أحد رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. هؤلاء هم تجار رؤوسنا، سادتنا، أساتيذ الأمة، مشايخها، لكن ليسوا معصومين. لماذا نعطيهم عصمة لم يمنحهم الدين إياها ثم بعد ذلك نتعثر في أذياننا في خيباتنا، نبدأ لا نفهم كيف جرت الكارثة ومن أين انبثقت المصيبة، مع أن الأمور واضحة جداً بل فاقعة في وضوحها. من أين نشأت الكارثة؟ من أين انبثقت المصيبة؟ الأمور واضحة جداً، ليست معجزة، لكن نحن قدسنا غير المقدس وصدقنا أنفسنا